الزواج الجماعي سنة حميدة دأبت على أدائها جمعية تكافل نشطة بإقليم بلدية إيغلي في ولاية بشار، وهي فرصة لبحث الحركة في منطقة هادئة بامتياز وصناعة أجواء البهجة والسرور في مجتمع يعرف عنه التلاحم. وككل سنة، ها هي الجمعية تقوم بعقد قران 25 زوجا من أبناء المنطقة. اللي يهمنا أكثر هو أننا نقدر نتوحد على كلمة مهما كانت نوع هذه الكلمة، سواء كانت في مجال اقتصادي في مجال اجتماعي. تقريبا هذه هي الهدف البعيد المدى، وتقريبا فعلا حققناها، أصبحت تقريبا لمين الشمس على البلدية بفضل هذه التظاهرة. بالفعل سكان بلدية إيغلي الآن أصبحوا قادرين على أنهم يهونوا الصعاب بفضل عمل جماعي. مرحبا بكم كاع من اللي جا من البعيد من القريب، الله يدومها إن شاء الله ونسكروا الجمعية. نقول جميع العرسان الله يسخركم بالخير، بارك الله فيكم وجمع بينكم بخير إن شاء الله. على غرار المناطق الأخرى من الجزائر، لسكان إيغلي تقاليدهم وطقوسهم الخاصة في الزواج. بالنسبة للقفة هذه تاع العريس، فيها الحنة، فيها التازولت، حنا نقولوا تازولت ولا هي الكحول، فيها بعض الأمور أخرى اللي هي توسرغينت، فيها كذلك ما يسمى بتمزرعوت اللي هو واحد الأمور يعني نديروها للعريس. الزوج هنا هو السلطان، والمرافق له هو الوزير، وفي ذلك مغزى. هذا الإعلام تاع العريس، شكون اللي مسؤول عليه هذا الإعلام خلال كاع المدة تاع العرس؟ هو الوزير. الوزير اللي يكون مع العريس هو يكون هو المسؤول عليه، خصه واه الوزير هو اللي يهني. يخصه هذا الإعلام، يخصه ما يروحش، كي يروح معناه كي شغل الوزير ما قامش بالدور تاعه. إقامة وتنظيم الزيجات الجماعية في إيغلي بولاية بشار لا يقتصر على الشباب الفقير أو المعوز فقط، ولكن الهدف الأسمى بالنسبة للمنظمين هو لم شمل أبناء المنطقة، ليكون مسك الختام جمع غفير يهلل للعرسان، فيكون بذلك شاهدا على بداية بناء عائلة جديدة تكون ذخرا للبلد.